احنا في واحد الوقفه اللي هي منظمه من طرف الطلبه وتحت ضغط الطلبه من بعد فك المكاتب مكتب الصيدله وهو المكتب الممثل لطلبه الصيدله. اليوم في هذه الوقفه ديالنا جينا اولا باش نبينوا بلي احنا شعبه مستقله سواء بالمطالب ديالها سواء بالملف المطلبي ديالها. المشاكل ديالنا حنايا هي مشاكل ما عندهاش علاقه بالسنه السادسه او السنه السابعه ديال الطب حيت حنا لم يتم المساس بمده التكوين ديالنا، ولكن الملف المطلبي ديالنا تم حواره اساسا حول جوده التكوين ديالنا. اولا المشكل اللي كنعرفوه هو الرفع من عدد الطلبه اللي كان في هذه السنوات الاخيره. مثلا انا الدفعه ديالي فيها 50 طالب، الدفعه ديال بريمير اني هذا العام فيها 160 طالب. المشكل اللي كنلقاو اولا هو ما كاينش البنيه التحتيه اللازمه انها غادي تخرج لك هاد الصيادله، غادي تخرج لك صيدلي غير كفء، صيدلي عرف الاكتضاض سواء في القاعات ديال اعمال ديال الاشغال التطبيقيه او في قاعات الدروس النظريه. فكيف يمكن انك تخرج لي غدا واحد الصيدلي غيكون هو الملجا الاول ديال المواطن المغربي اللي في القاعات الدراسيه ديالو ما لقاش بلاصه؟ هادشي غير ممكن. وسواء هاد الصيدلي مختار انه مثلا غيختار صناعه الادويه ولا ما غيختارش، ما يديرش فارماسيان دوفيسين، غيختار شعب اخرى ما كانوش القاعات ديال الاعمال التطبيقيه او المعدات اللازمه للتكوين ديالو. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني اللي عندنا هو مشكل السلك الثالث. السلك الثالث حاليا راه كيعرف واحد الضبابيه تامه. الوزارتين المعنيتين كانوا عطاونا وعد في البيفي الاول انه بمتم شهر ابريل غادي يخرج لينا واحد الكيد ولا واحد الكاي بيداغوجيك ديال السلك الثالث. حنا لحد الان رحنا على مشارف نهايه شهر ابريل، باقي ما عرفنا ما خديناش هذاك الكاي بيداغوجيك. المشكل اللي كاين هو انه الصيدلي مثلا غيختار اختصاص غيختاروا في الظلمه، غيمشي غيكون في سي اش او ما عنده لا كيد لا والو، ما عارف لا اللي عليه لا اللي ليه وما عارفش المهام ديالو. هذا هو المطلب ديالنا. المشكل اللي عندنا اخر هما المعدات ديال الاشغال التطبيقيه او هكا، هي مشكل محلي ولكن كنعرفوه كجميع شعب ديال الصيدله، جميع الكليات اللي كيقراو فيها الصيدله في المغرب عندنا هذا المشكل. نظرك ان هذه المشاكل واش مبرر ان نقاطعوا الدراسه 4 شهور؟ بحال كتسولني واش جوده التكوين ديالك مبرر انها دير عليها اضراب؟ صراحه حيتاش ما نقولش دابا الدور ديال الصيدلي حيت حنا كاملين عارفينه، راه المجتمع ديالنا كيمشي عند الصيدلي قبل ما كيمشي عند الطبيب، ما كيمشي سميتو. فكيف يعقل انك واحد الشخص هو الملجا الاول مثلا في القرى او الفيلاجات الصغار، راه المواطن كيمشي عند الصيدلي هو الاول. بحال كيفاش غتقول لي غنمشي عند شي حد غيعطيني كونسي وغيعطيني واحد الدواء وانا ما تيقش بجوده التكوين ديالو؟ ما عرفتو واش قرا ولا ما قراش، ما عرفتو واحد الموديل واش شافو ولا ما شافوش؟ غتجي عندي نعطيك انا مثلا جوج دوايات ما عرفتش الانتيراكسيون بيناتهم، توقع لك شي انتوكسيكاسيون ولا شي حاجه ونولي شي حاجه ما هياش. يعني في نظرك من الان دخلنا لهذا الشهر الرابع، شنو الحل اللي كتقترحوا من اجل الخروج من هذه الازمه هذه اللي كضر بكم وكضر ايضا حتى بالمجتمع ككل؟ غنجي هو الهدف الثاني صراحه ديال هذه الوقفه، هو اننا نبينوا باللي احنا باغيين فتح باب الحوار. احنا كنطالبوا من الوزارتين المعنيتين انهم يفتحوا باب الحوار مع طلبه الصيدله لحل المشكل. احنا ما عندناش مشكل عويص مثلا كسته ولا 7 سنين بحال اللي عند الطب، ولكن عندنا مشاكل اللي تجي تشوف راه سهل الحل ديالها، مشاكل اللي في المتناول، واهم حاجه انها مشاكل مشروعه، مطالبات مشروعه، انها جوده التكوين ديالك اسيدي. ما يمكنش غتقول لي لا ما نعطيكش جوده التكوين ديالك، راه حنا والوزاره باغيين نفس الحاجه، الوزاره باغا بالصحه تزيد لقدام وحنا باغيين جوده التكوين تكبر. الغرض من هذه الوقفه هذه كانت هي اننا نبينوا على اننا حنا راه فاتحين باب الحوار واننا حنا باغيين نرجعوا المدرجات ديالنا، وحنا ما باغينش تكون سنه بيضاء اللي غتقدر تضيعنا. المطالب ديالنا جد بسيطه لكن تستاهل هذا التوقف اللي درنا كامل على اللي دام حتى لدابا 4 شهور، وكيف كنقولوا راه هذا الشيء كامل راه في صالح المواطن المغربي. هاد المطالب ماشي غير جينا وقلناهم، راه حتى دوزنا اعوام واعوام. تخيل معايا دابا انا في السنه الخامسه ومن بروميير اني وحنايا كنقولوا نفس المطالب وما كيتحققوش ونيفو لوكال. دابا فاش جينا كنشوفوا ان كاع لي فاكولتي اللي فيهم شعبه الصيدله كيعانيوا بنفس المشاكل، داكشي علاش قررنا يدار هاد البويكوت ناسيونال باش يتحلوا المطالب ديالنا من عند الوزاره. ودابا فاش ديجا داروا الممثلين ديالنا كانوا داروا في فيفري لقاء مع الوزاره
الاداره واتفقوا على بعض النقاط، ولكن ما بغاوش يكتبوا معنا لو بي في المحضر. هذاك المحضر بحال اللي كيتسمى اون غارونتي كوم كو دوك المطالب راه غادي يتحققوا، ولكن ما بغاوش يكتبوه. ما عرفناش علاش ما بغاوش يكتبوه. كنلقاو دابا حنايا مجرورين، هذه 4 شهور ازيد من 4 شهور، والمطالب ديالنا سهل التنفيذ ديالها. والمطالب ديالنا راه مشروعه، راه حنا كنطالبوا غير بجوده التكوين، ما كنطالبوش بشي حاجه كثيره، بغينا غير التكوين ديالنا يكون مزيان.